ماليزيا إحدى الدول التي لها طقوس وعادات خاصة. تعرفوا معنا على أشهر الأعياد هناك. الأعياد الإسلامية، وهي عيد هاري رايا بويا، وهو عيد الفطر والذي يتم الاحتفال به بعد نهاية شهر رمضان المبارك. وفي أول أيام العيد يرتدي كل من الرجال والنساء ملابس تقليدية مخصصة لعيد الفطر، ويجددون مشاعر التسامح والعفو مع أفراد عائلاتهم قبل مغادرة بيوتهم لأداء صلاة العيد صباحاً. عيد هاري رايا حاجي، وهو عيد الأضحى والذي يحتفل به بعد نهاية موسم الحج. وفي عيد الأضحى في ماليزيا يحتفل المسلمون في ماليزيا بعيد الأضحى في نهاية موسم الحج من كل عام، حيث تتوجه أعداد كبيرة من الماليزيين إلى مكة لأداء مناسك الحج. والعيد الوطني، ويحتفل الماليزيون باستقلال ماليزيا في 31 من شهر آب من كل عام، حيث انتهت السيطرة البريطانية اليابانية على الأراضي الماليزية في عام 1942، حيث تمكنت القوات اليابانية من غزو البلاد، والاحتلال الياباني لماليزيا استمر حتى عام 1945. وعيد الميلاد للطائفة المسيحية، يحتفل المسيحيون المقيمون في ماليزيا بميلاد المسيح في 25 من شهر كانون الأول من كل عام. السنة الصينية الجديدة، يحتفل الصينيون المقيمون في ماليزيا بالسنة القمرية الجديدة بدءاً من اليوم الأول للربيع حتى 15 من الشهر القمري الأول، ويقيمون أداء رقصات شعبية وإطلاق الألعاب النارية. كما ينظم مسلمو ماليزيا في العيد عادة محلية، وهي فتح أبواب المنازل لاستقبال الجيران والأصدقاء والأقارب. كما يمكن أن يأتي إلى البيت المسلمون الصينيون والهنود والغرباء، حيث يتم تقديم وجبات الطعام الشهية.